وصلنا بحيرة أوزونغول، البحيرة الطويلة. نحن شايفينها أوزونغول كلها بالثلوج ما شاء الله. لو حبيت تمشون عليه الله أكبر. لا أنا تمشيت عليه والله. اللي غامر يحب المغامرة تمشى عليه. لا جنبي يعني تقريبا 20 سم. سكيت جربت خذت حجرة أكبر. شوفون عليكم اليوم كاميرا سامباي كوزونغول تابي itulah yang kita nampak nasi tu pun dah beku tak tahu lah dia cakap dekat sini 2 jam tak tahu kami boleh bertahan tak selama 2 jam dekat sini macam ni pun tengok dah sesak nafas شوية درج خطر لان تعرفون ثلوج تروحون حاسس شوي دلون شريطنا هذه البحيره طبعا في الصيف تكون اجواءها 18 تتسق بالوقت الحراره انتهى من تحت القطني لا تكون فاتحه في مسجد زنجبار 9 7 هم حاليا اغلب المحلات مسكره بسبب الثلوج اول شيء في شلالات رايحين عليها نصور 10 دقائق وبعدها نرجع على البحيره في الجهه الثانيه يعطيكم وقت حر ساعتين او ساعه ونص تتغدون Kita sekarang berada di Uzungol. Itu masjid Uzungol. It's supposed to be a lake tapi dah berkurang. Musik